الجلسه السريه عبر انظمه حاسوبيه ما فيش ما نقدروش مضبط يكون في خروج من نقول ما نقدرش النظام هذا وخايف انه اي مغامره ممكن تخسر شركه مدينة او ممكن تعمل نكسه في العائدات تبع الشركه. فالاكسكيوتيف مركزي ضروري يكون سكيور اكسكيوتيف سمارشيب الناس اللي يكون بشكل اخر وصلوا بالمعلومه والانظمه هذه مهمة جدا لتطوير النشاط التجاري او النشاط الصناعي الموجود داخل المؤسسة والمنظومة وانه لا يمكن الممارسة او استمرار سوق العمل بدون هذه الانظمة و المشاركة فعالية المشاركة من قبل هذا المدراء يسهم اسهام مباشر في نجاح او فشل هذا النظام على المستقبل البعيد لانه اذا مثلا كذا تحقق بسياسة معينة او تفسير معينة وما شاركش او ما قدمش المعلومات بشكل واضح او كان اي سبب من الاسباب كانت الشركه حقوق بالنار يكون النظام هذا حقوق الحريات ما هيش مقبوله غير مقبوله. Get help from outside expert كمان قبل ما تتعامل هذا النظام يجب ان تدير نفسك زي ما انت بتصنعه حتى ايش الفائده من استخدام نظام زي كذا؟ تشوف في امثله في شركات عندك انت منافسه في نفس المجال او في ديول كومبتيتيف وات بريكسس او وات انتربرايز بلاننج ريسورس بلاننج ار بي يوزين ايش الشركه المنافسه اذا استخدمت برمجيه زي كذا وحققت نجاح فيكون هذا داعم قوي او حافز قوي بالنسبه لك بس انك تقدم على استخدام انظمه زي كذا في النشاط التجاري او النشاط الاداري الموجود عندنا. الحاجه الثانيه كمان ممكن تستعين بخبراء تقنيه معلومات او خبراء محللين اقتصاديين من خارج المنظومه حقك بحيث انك يعطوك تصور واضح عن مدى فعاليه النظام هذا او لما تستخدم نظام زي كذا ايش بتكون الفوائد او ايش بتكون العقبات او ايش المخاطر اللي ممكن تكون موجوده في حال استخدام النظام هذا او ايش بالمقابل بتكون في ايش البنفيتس ذات كان جين فروم يوزينج سوتش سيستمز. اوكي and thoroughly train users. كمان بعد انتهاء النظام بعد تفعيل النظام على المؤسسة يبقى الدور على عاتق المستخدمين اللي عندك. نقطة نظام زي كذا إذا عندك if the users not thoroughly trained well so they will not use the functions of these systems effectively and efficiently. يعني اذا ما تم تدريب حقك الموظفين على النظام على الجزئيه المختلفه من النظام هذا بيكون اكيد ما بياخذوش من الاجمالي قدره النظام 25% من النظام وبالتالي ما بيعطيش النظام كله ما بيعطيش الفائده ما بيعطيش الفائده المرجوه من استخدام النظام داخل المؤسسه. يعني احيانا يكون النظام له خطوط ووظائف كثيره جدا عنده مهام مختلفة وعنده يعني النظام عنده الإمكانية إنه يحسن حاجة كثيرة جدا ده على مستوى المؤسسة بس إما في قصور بالفهم في استخدام النظام هذا بيكون يستخدمون المينيمم فانكشنز يعني الوظائف الأساسية أو أقل الوظائف المتاحة من قبل النظام بينما لو تم استخدام مجمل الوظائف في خدمة النظام بيكون المخرجات حتى النظام هذا مخرجات جدا ممتازة وتحسن المردود المادي للشركة وتعزز وضع النشاط التجاري داخل السوق. Take multi-disciplinary approach to implementation. قلنا لما قبل قبل الشهور القسم الطبي قلنا فيها قبل الشهور قسم النظام زي كذا ضروري how to involve different people or different managers take their opinions regarding to this systems or to give their opinions regarding the needs of their companies. أو يعني كيف يجمع أشخاص مختلفين داخل الشركة حقتك مشهورين لهم بالخبرة والكفاءة كفاءة العمل هذا تأخذ حقهم إيش المتطلبات الفعلية إيش كل واحد مهما اختلف دوره حتى لو كان دوره داخل المؤسسة هذا مش فرش مدير هو يكون مجرد عامل عادي بس عنده الخبرة الكافية اللي ممكن يثري النظام هذا ويثري المؤسسة في الخبرات الموجودة عنده وتكون المعلومات هذه مهمة جدا عند تصميم النظام. فما يعني ما تعتمدش اعتماد كلي على انك تجمع المعلومات بمصدر واحد، قد يكون في جاب في نقص في المعلومات هذه. فلما تشتري كود عملية استخلاص البيانات هذه وفقا للخبرة والموقع والمكان فاكيد بتكون عملية تصميم او عملية تصميم النظام او عملية تنفيذ النظام هذا بتكون اقل
مخاطره من انك تقول شيء او انك تغير الاسس. ديفولف ذا امبلمنتيشنز دائما تحتاج التنفيذ من التطوير المستمر سواء من التكنولوجيا او من التكنولوجيا المستخدمه في النظام. هذا الكلام على نفس النقاط بشكل عام. Yes, sir.